بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله هنكمل كلامنا في جي آي تيومرز ونتكلم عن النيورو اندوكراين تيومرز. يمكن النيورو اندوكراين تيومرز واحد من التيومرز اللي بقى فيها لوت اوف ابديتس في لاست فيو ييرز، واحنا مش بنتكلم عن لوكالايزد تيومر بير سي، لكن بنتكلم عن مالتيبل اورجان ديزيز هنتناوله بطريقه مختلفه شويه عن بقيه الكلاسيك ترند بتاعنا احنا بنتكلم فيه بقيه الجي آي تيومرز. هنتكلم عن introduction والباثولوجي، وبعدين نتكلم عن classification والبرزنتيشن والورك اب بتاعنا، وبعد كده المانجمنت اوف نيورو اندوكراين تيومرز بانواعها، سواء كان بقى نيورو اندوكراين تيومر او نيورو اندوكراين كارسينوما، واخيرا هنتكلم عن النوفل ثيرابيز اللي احنا قلنا عليها في الفيو ديكيدز الاخيره في مانجمنت اوف نيورو اندوكراين تيومرز. ودايما اي توبيك بيبقى فيه نيورو يعني نوفل ثيرابيز مهم نبقى عارفينها كويس قوي، لان دي دايما بتبقى اريا اوف كويشن في الامتحان يعني. اولا بالنسبه يعني ايه نيورو اندوكراين تيومر؟ نيورو اندوكراين تيومر هي ابيثيليال تيومرز بتطلع من نيورو اندوكراين سيلز. طب هما ايه نيورو اندوكراين سيلز دول؟ هنتكلم عنهم دلوقتي ان ديتيلز، بس عارف ان هي وايدلي ديستريبيوتد في مالتيبل اورجانز، موجوده في الجي اي تراكت، موجوده في الريسبيرتوري تراكت، وان هم كلهم بيشتركوا في ان ليهم حاجه اسمها سوماتوستاتين ريسبتور موجوده على كل سيل سيرفيس بتاعه النيورو اندوكراين تيومرز. مور كومنلي موجوده في الجي اي rather than lung، موجودة أيضا في البانكرياس، وفي أسوشيشن ما بينها وبين genetic disorders زي المن تايب 1 والفون هيبلنداو ديزيز. جاست بس اللي يهمني في السلايد دي نبقى عارفين يعني ايه نيورو اندوكراين تيومر. هم عبارة عن تيومر epithelial tumors، هي ما هياش mesenchymal tumors، لا دي epithelial tumors تطلع من نيورو اندوكراين سيلز، وتشترك نيورو اندوكراين سيلز في وجود السوماتوستاتين ريسبتور على كل السطح بتاعها. ايه بقى فكره النيورو اندوكراين سيلز؟ من اسمها نيورو يعني فيها فيتشرز اوف نيورونال سيلز، واندوكراين فيها فيتشرز اوف اندوكراين سيلز. الفيتشرز بتاعت النيورونال سيلز ان عندها سينابسس، يعني دي نيرف سيلز زي ما احنا شايفين كده عندها قدره انها يبقى فيها حاجه اسمها سينابتيك فيزيكلز، وعندها قدره انها تو سينابس ويز اذر نيورونز. الاندوكراين سيلز بيبقى فيها سكريتوري جانيولز بتاعت ال بتسكيب بقى الهرمونز، فده الستراكشر اوف نيرف سيل والستراكشر بتاعت الاندوكراين سيل. النيورو اندوكراين سيل بيبقى فيها البوث فيتشرز بتاعتهم، يعني بيبقى فيها فيتشرز من نيورونال سيلز ان ليها اكسونز وليها حاجه اسمها سينابتيك فيزيكلز، ويبقى ليها فيتشرز من الاندوكراين سيل ان جواها سكريتوري جرانيولز. طب هي اكشوالي الفانكشن بتاعتها بتتم ازاي؟ ادي فور اكزامبل ده شكل نيورو اندوكراين سيل اهو. النيورو اندوكراين سيل دايما بيبقى في واحد من الاطراف بتاعتها بيحصل فيها سينابس مع نيرف سيل، يعني بتاخد اوردر من السي ان اس او بريفر نيرف سيستم، بتنتهي في النيورو اندوكراين سيل، ولما بتطلع كيميكال ترانسميتر تعمل اكتيفيشن للنيورو اندوكراين سيلز، فتبدا تريليز السكريتوري جانيولز اللي فيها في شكل هرمونز تو بي سكريتد ان ذا بلاد. عشان كده هي بتجمع الفيتشرز بتاعت النيورونال سيلز والاندوكراين سيلز، ومن هنا جه اسم نيورو اندوكراين سيل. النيورو اندوكراين سيلز موجوده all over the body، موجوده في اورجانز كتير قوي زي ما قلت لكم، موجوده all through الجي اي تراكت، all through the respiratory tract، لكن كمان موجودة in different organs، موجودة في البانكرياس، موجودة في الثيرويد، موجودة في الثايمس، في الادرينال جلاند and so on. وده معناه ان النيورو اندوكراين تيومرز ما هياش localized لوان organ، لا احنا ممكن نشوفها in many sites. دي كانت introduction بس بسيطة يعني ايه نيورو اندوكراين تيومر، وايه هي اصلا نيورو اندوكراين سيستم ده، وايه هي نيورو اندوكراين سيل. يبقى تاني نيورو اندوكراين سيل هي سيل بتجمع في الفيتشرز بتاعتها ما بين النيورونال سيلز ان عندها اكسونز وتقدر تسينابس مع النيرف سيلز، وفي نفس الوقت ليها فيتشرز بتاعت الاندوكراين سيلز ان جواها سكريتوري جانيولز وتقدر تسكريت هرمونز في البلد. نبدا بقى نتكلم بقى عن ايه هو الابيديميولوجي اوف نيورو اندوكراين تيومرز اند ريسك فاكتورز. عامة النيورو اندوكراين تيومرز هي واحدة من الرير تيومرز، زي ما احنا شايفين نسبتها حوالي 0.5% من الاول مالجنسز، لكن من حيث الانسدنس في عندنا انكريزنج، في ترند اوف انكريزنج انسدنس في السنوات الاخيرة اوف نيورو اندوكراين تيومر، يعني بقينا نلاحظ ان في زيادة في الانسدنس اوف نيورو اندوكراين تيومر. هاويفر ان الانسدنس الزيادة ده اللي بيزيد ملوش تفسير، لكن واحدة من الملاحظات ان في عندنا انكريزنج انسدنس في النيورو اندوكراين تيومرز اول اوفر the body and all over the body. نشوف بعد كده الريسك فاكتورز بتاع النيورو اندوكراين تيومرز. هتلاقي ان في عندنا اثنين جيناتيك ديزيزز او جيناتيك سندرومز كان بريدسبوز فور نيورو اندوكراين تيومرز، من اهمهم المين تايب 1. عارفين من دي اختصار حاجه اسمها مالتيبل اندوكراين نيوبليشيا. مالتيبل اندوكراين نيوبليشيا في منها تايب 1 وتايب 2، تايب 2 في منها تايب 2 اي وتايب 2 بي. المين تايب 1 دايما بيختصر بمرض بتاع 3 بيز او سيندروم اوف 3 بيز، بيبقى عندهم بانكرياتيك
نيوروندوكراين تيومر، بيبقى عندهم بيتويتري تيومرز، والباراثايرويد جلاند عندهم هايبر باراثايروديزم. لو مسكناهم من فوق يبقى اول حاجه بيتويتري تيومر، بيتويتري ادينومز، بعد كده الباراثايرويد هايبر باراثايروديزم، بعد كده البانكرياس بقى عندنا بانكرياتيك نيورو اندوكراين تيوب. فالمين تايب 1 واحده من الريسك الجينيتك ديس اوردرز اللي كاركترايزد باي انكريزنج ريسك اوف مالتيبل او نيورو اندوكراين نيوبليشن او نيورو اندوكراين تيومر. ايضا السندروم الثانيه الفون هابل لانداون ديز، ويمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده واحنا بنتكلم في الار سي سي. قلت لكم الفون هابل لانداون ديز دي واحده من الجينيتك abnormalities أو genetic disorders اللي بتزود risk for ال RCC، وخدناها تبع ال genetic diseases associated with renal cell carcinoma. هي المشكلة في الفون هيبل اند داون بيحصل الميوتيشن على مستوى الهاف جين، والهاف جين ده اللي هو كان بيريجريت ال process بتاعة ال angiogenesis production and tissue hypoxia pathway. لما بيحصل فيه abnormality بيزود risk for group of disorders، من أشهرهم طبعا hemangiobластomas موجودة في ال CMS، بتزود risk زي ما قلت لكم of ال RCC، لكن كمان بتزود risk of pheochromocytoma and pancreatic neuroendocrine tumors. وأيضا ال Von Hippel Lindau عنده association of neuroendocrine tumors. لما ال Von Hippel Lindau نفكر على طول في ال RCC، أيضا نفكر في neuroendocrine tumors كواحدة من association بتاعت ال Von Hippel Lindau disease. خلي بالك مكتوب ان اغلب الحالات بتبقى سبرادك، وان كان في حالات نسبه صغيره خالص ممكن كان بي ريليتد تو فاميلي سندرومز اللي هم المان 1 والفون هيبل داوتيز. يعني اغلب الحالات النيورون كان تيومرز يوجوالي وذاوت جينيتك بريسبوزيشن، لكن في فئه قليله وغالبا بتلاقي فيها مالتيبل فاميلي ممبر عندهم نيورون كان تيومرز، ساعتها ري سسبشن اوف جينيتك ابنورماليتي، وساعتها اعمل جينيتك تيستنج عشان خاطر توصل لي ايه هو الجين اللي موجود عندهم، هل ده من تايب 1 ولا فون هيبل داوتيز. طيب بعد كده نتكلم عن الباثولوجي بتاعت النيورو اندوكراين تيومرز، ودي محتاجه شويه ديتيلز شويه هنركز عليها. اولا الباثولوجي كلاسيفيكيشن، يمكن دي الباثولوجي كلاسيفيكيشن بتاعت 2018. يمكن قبل 2018 كان عندنا ديفرنت كلاسيفيكيشن، كنا بنقسمهم الى 3 جروبس على حسب الديفرنشيشن الى لو ديفرنشيتد وانترميديت ديفرنشيتد وهاي ديفرنشيتد. والهاي ديفرنشيتد كانوا بيقسموا تو كاتيجوريز اللي هو جريد 3 ويل ديفرنشيتد اس ويل از نيورو اندوكراين تيومز او نيورو اندوكراين كارسينوما. لكن التقسيمه الجديده اللي بقى عندنا 4 سب تايبس من نيورو اندوكراين تيومز، اللي هو اول حاجه خالص او يعتبر يعني جنرال 2 جروبس، وكل جروب الجروب الاولانيه بتقسم الى 3 سب تايبس، فالتوتال يبقى 4 سب تايبس. بنقسمهم الى ويل ديفرنشيتد وبورلي ديفرنشيتد. الويل ديفرنشيتد جنرال بسميهم نيورو اندوكراين تيومرز، والبورلي ديفرنشيتد بسميها نيورو اندوكراين كارسينوما. يعني عندنا مجموعتين كبار، نيورو اندوكراين تيومر ونيورو اندوكراين كارسينوما. يمكن هنتكلم عن ايه الفرق ما بينهم دلوقتي، لكن الفرق الرئيسي في شكل الخلايا نفسها والديفرنشيشن. فالخلايا لو ويل ديفرنشيتد تبقى نيورو اندوكراين تيومر، لو بورلي ديفرنشيتد تبقى نيورو اندوكراين كارسينوما. بعدين النيورو اندوكراين تيومر نفسها بتقسمها على حسب الجريدز بتاعتها الى لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد. لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد. طب انا الجريد ده بعتمد عليه، بعتمد على حاجتين مهمين قوي، بعتمد على الميتوزيس والكي اي 6 7. فاللو جريد الميتوز بتاعها لو ميتوز اقل من 2 اقل من 2 ميتوزيس بير 10 هاي باور فيلد مايكروسكوبي، والكي اي 6 7 اكسبريشن اقل من 3%، يبقى ساعتها اقول دي لو جريد نيورو اندوكراين تيومرز. الانترميديت جريد تلاقي الميتوزيس من 2 ل 20 ميتوزيس بير 10 هاي باور فيلد، والكي اي 6 7 برضه لغايه رقم 20، يبقى تسهيلا اهو لغايه رقم 20، يبقى من 2 ل 20 ومن 3 ل 20%، يبقى ده ساعتها اقول ان دي انترميديت جريد نيورو اندوكراين تيومر. طب الهاي جريد، الهاي جريد تشترك ان الميتوز بتاعها اكتر من 20 ميتوز بير 10 هاي بار فيلد، والكي اي 6 7 اكسبريشن اكتر من 20%. وبيشترك مع الهاي جريد نيورو اندوكراين تيومرز ايضا النيورو اندوكراين كارسينوما، ان الميتوز بتاعهم اكتر من 20 ميتوز بير 10 هاي باور فيلد، والكي اكس 7 اكتر من 20%. طب ما كده حد يقول لي انا اتلخبطت، طب هو ايه الفرق دلوقتي ما بين الهاي جريد نيورو اندوكراين تيومرز وما بين النيورو اندوكراين كارسينوما؟ اكشولي فرقين. اول حاجه خالص على مستوى المورفولوجي بتاع الخلايا، ان الخلايا هنا ويل ديفرنشيتد وهنا الخلايا بورلي ديفرنشيتد، ده فرق. فرق التاني هتكلم ان شاء الله، هنتكلم عن كلاسيفيكيشن اوف نيورو اندوكراين تيومر ان مور ديتيل، يعني هنتكلم فيها عن ان في عندنا موليكولر ابريشنز بيبقى كاركترستيك للنيورو اندوكراين تيومرز ومختلف عن الموليكولر
aberrations او abnormalities بتحصل في النيوروندوكرينكرسوم. وده اللي خلى في 2018 يبقى في عندنا نيو كلاسيفيكيشن، يقسموا خالص، يفرقوا خالص دي عن دي، يفرقوا النيورو الهاي جريد نيورو اندوكراين تيومرز عن نيورو اندوكراين كارسينوم. زي ما قلت لكم قبل 2018، قبل كده من 2008 كانوا مقسمهم الى 3 جروبس، لو جريد نادر وانترميديت جريد والهاي جريد. والهاي جريد كنا مقسمهم الى ويل ديفرنشيتد هاي جريد نات والنيورو اندوكراين كارسينوم. هتلاقي برضو جايب لكم الكلاسيفيكيشن القديمه دي، لكن الكلاسيفيكيشن الجديده لا، احنا قسمناهم مجموعتين كبار الاول، النت ونيورو اندوكراين كارسينوما، نت هناك نيورو اندوكراين تيومر ونيورو اندوكراين كارسينوما على حسب الديفرنشيشن، وبعد كده النيورو اندوكراين تيومر نفسها على حسب بقى الجريدز الى لو جريد انترميديت جريد وهاي جريد. فالكلاسيفيكيشن دي معلش مهمه قوي. اخر حاجه بس اخيره تو بي نوتد، فاحنا بنتكلم في الكلاسيفيكيشن الباثولوجي كلاسيفيكيشن ده، ان تبع النيورو اندوكراين كارسينوما في عندنا تو ديزيز اتكلمنا عنهم قبل كده، يمكن انا قلت عندهم هنت كده شويه وانا بتكلم فيه اللانج كانسر، اللي هما السمول سيل لانج كانسر واللارج سيل لانج كانسر. السمول سيل او اللارج سيل لانج كانسر هم يعتبروا تبع الكلاسيفيكيشن اوف نيورو اندوكراين كارسينوما، فهي تبع السمول سيل نيورو اندوكراين كارسينوما واللارج سيل نيورو اندوكراين كارسينوما، يبقى دول تبع الكلاسيفيكيشن بتاع نيورو اندوكراين كارسينوما. يعني نيورو اندوكراين كارسينوما لو في اللانج يبقى على حسب مورفولوجي، هل دي سمول سيل ولا لارج سيل، لكن ممكن يطلع لك نيورو اندوكراين كارسينوما في البنكرس، ممكن يطلع لك نيورو اندوكراين كارسينوما في البروستيت، ممكن يطلع لك نيورو اندوكراين كارسينوما في اي مكان كان. يبقى الـ الهدف هنا اعرفها ازاي؟ هشخصها من خلال طبعا المورفولوجي بتاعنا، من خلال الميتوتيك باترن بتاعنا، ومن خلال الاميونو هيستوكيمستري. المورفولوجي والاميونو هيستوكيمستري والميتوتيك باترن هو الثلاثي ده اللي بقدر اشخص بيه نيورو اندوكراين تيومر ولا نيورو اندوكراين كارسينوما وانت في انهي جريد فيهم. ادي شكل الاميونو هيستوكيمستري بتاعت الكي اي 6 7، احنا بنستخدمها زي ما قلت لكم كطريقه فور ديفرنشيشن اوف احنا بنتكلم في انهي جريد بالظبط، ده لو جريد ولا انترميديت جريد ولا هاي جريد. فاللو جريد اللي هي جريد 1 بيبقى الكي اي 6 7 اكسبريشن اقل من 3%، الانترميديت جريد كي اي 6 7 لغايه 20%، الهاي جريد لو اكتر من 20%. ولما يطلع هاي جريد ده ممكن تكون نيورو اندوكراين تيومر او نيورو اندوكراين كارسينوما. افرق ازاي؟ نفرق بالمورفولوجي والديفرنشيشن. يبقى تاني من عند اللخبطه، احنا بنتكلم في اربع جروبس، اولا لو جريد نيورو اندوكراين تيومر، انترميديت جريد نيورو اندوكراين تيومر، وهاي جريد نيورو اندوكراين تيومر، واخيرا نيورو اندوكراين كارسينوما. الفرق بين نيورو اندوكراين تيومرز عامه ونيورو اندوكراين كارسينوما هو في الديفرنشيشن. طول ما هي تيومر قدامي ويل ديفرنشيتد يبقى اسمه نيورو اندوكراين تيومر، طول ما بقى خلاص الخلايا نفسها بقت ان ريزمبلينج بالبرايمري تيشو نفسه يعني بولي ديفرنشيتد، يبقى ساعتها اقول ان دي نيورو اندوكراين كارسينوما وليست نيورو اندوكراين تيوم. طب النيورو اندوكراين تيومر بعد كده نفسها بقى اقسمها بقى على حسب الميتوز بتاعها الى لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد، وباي ديفولت كل النيورو اندوكراين كارسينوماز ار هاي جريد تيومرز، يعني الميتوزس اكتر من 20 وكي اكس 7 اكسبريشن اكتر من 20%. ده شكل المورفولوجي بتاعت النيورو اندوكراين تيومر. زي ما احنا شايفين كده النيورو اندوكراين تيومر تشمل كلهم بيبقى ويل ديفرنشيتد ديزيز، يعني ايه؟ يعني بتلاقي خلايا ليها بتبقى راوند سيلز وريجولار سيلز، وبتلاقي في حاجه اسمها عاملين شكل حاجه اسمها اورجانايد اركتكتشر. يعني ايه اورجانايد اركتكتشر؟ يعني الخلايا بتتجمع مع بعض وتعمل لك شكل سبيسيفيك، ممكن تعمل لك شكل نيستس او شكل ترابيكري او انسولار باترن، يعني زي ما يكون مجموعه من الخلايا واخده شكل الانسولا اللي هي بيسموها الخليج او كده، يعني اللي هو الجزء البارز مع بعضه. فالمهم يعني ان الخلايا بتبقى شكلها خلايا راوندد وخلايا ريجولر، وفي نفس الوقت بتتجمع مع بعض وتعمل لك اركتكتشر محدد. الاركتكتشر ده ممكن ياخد شكل ترابيكلي، ممكن ياخد شكل نست، او ممكن ياخد شكل انسولا. بنقسمهم بقى على حسب الميتوز زي ما قلت لكم الى جريد 1 او لو جريد اللي بيبقى فيها الميتوز اقل من 2 بي 10 هايبر فيلد وكي اكس 7 اقل من 3%، والانترميديت جريد او جريد 2 بيبقى فيها الميتوز من 22% بير 10 هايبر فيلد وكي اكس 7 من 23%، وجريد 3 اللي هي الهاي جريد بيبقى فيها الميتوز اكتر من 20 بير 10 هايبر فيلد وكي اكس 7 اكتر من 20%. يبقى ده بالنسبه لكلامنا عن نيور اندوكراين تيومر. يبقى تاني ويل ديفرنشيتد، يعني خلايا شكلها محدد راوندد ريجولار وعامل حاجه اسمها اورجانايد اركتكتشر. في مقابل النيورو اندوكراين كارسينوما بقى بتبقى بول ديفرنشيتد، يعني الخلايا نفسها بيبقى فيها مارك الاتيبيا وبيبقى فيها نيكروزس ومليانه هاي جريد اوف مايتوزس اند ليمف فاسكولار فيشن. يعني لو لقيت هاي اتيبيا وهاي نيكروزس يبقى ده على طول نيورو اندوكراين كارسينوما.
بتلاقي برضو الميتوز بتاعها اكتر من 20 بيتا هايبر فيلد، والكي اكس 7 اكتر من 20%. يبقى الفرق ما بين النيورو اندوكراين تيومر والنيورو اندوكراين كارسينوما في كلمه واحده، الديفرنشيشن. لو لقيتها راوندد وريجولار وعامله اورجانيك اركتكتشر تبقى نيورو اندوكراين تيومر، لو لقيتها الخلايا نفسها تبقى اتيبيكال وفي عندها لارج اتيبيا اند نكروزس ونفاسكولار انفيجن، يبقى دي نيورو اندوكراين كارسينوما. وباي ديفولت زي ما قلت لكم كل النيورو اندوكراين كارسينومات ار هاي جريد تيومرز. اما النيورو اندوكراين تيومرز في منها اللو جريد والانترميديت جريد والهاي جريد تيومز. اخر حاجه خالص بس في الباثولوجي، وهي دي حاجه مهمه جدا من الدايجنوستيك تولز بتاعتنا، هو الاميونو هيستوكيمستري. والاميونو هيستوكيمستري اوف بارا اماونت امبورتنس تو دايجنوز النيورو اندوكراين تيومز. عندنا من اهم تو ماركرز اكشوالي هو الكروموجرانين اي والسيتامتوفيزين. دول لو لقيتهم على طول دول كونفيرم النيورو اندوكراين تيومرز عامه، سواء كان تيومر او نيورو اندوكراين كارسينوما. تشخص لو لقيت كروموجرانين بوزيتيف سينابتوفيزين يبقى على طول دي نيورو اندوكراين سيل فورج. كمان من في عندنا بعض الحاجات اللي بتساعد في التشخيص اذر اميونو هيستوكيميكال ماركرز كان ايد ان دايجنوسيس، زي الان اس اي او نيورون سبيسيفيك انوليز. ودي حاجه ماهيش سبيسيفيك قوي في نيورو اندوكراين تيومرز، يعني ممكن تشوفها في بعض التيومرز الثانيه زي النيرف سيل تيومرز. لكن لو لقيتها نيورون سبيسيفيك انوليز يبقى دي بتساعد او كانت تو جايد دايجنوسيس اوف نيورو اندوكراين تيومر. ايضا ال CD 56 وال CD X ده ما هوش actually marker for neuroendocrine tumor، لكن ال CD X ده marker for GI tumor، يعني يقول لك التيومر ده of bowel origin. فدايما لما تلاقي CD X ممكن تشوفها مع الجاستريك كانسر، ممكن تشوفها مع الكولون كانسر، معناها لو لقيتها بوزيتيف ده معناها تيومر of bowel origin او GI origin. لكن انا اهم تو ماركرز بالنسبه لي هم كروموجرانين وسيانابتوفيزين. كروموجرانين وسيانابتوفيزين لو لقيتهم ده على طول neuroendocrine tumor. يعني مراجعه سريعه على الباثولوجي عشان انا في موضوع الباثولوجي بتاع النيورو اندوكراين تيومر ده معقد شويه. اجين احنا في عندنا تو جروبس كبار قوي، نيورو اندوكراين تيومر نيورو اندوكراين كارسينوما بيز اون ديفرنشيشن. لو ديفرنشيتد يبقى نيورو اندوكراين تيومر، لو بولي ديفرنشيتد يبقى نيورو اندوكراين كارسينوما. وبعد كده اكون تو جريد، كل النيورو اندوكراين كارسينومز ار هاي جريد تيومرز. النيورو اندوكراين تيومرز بقسمهم بقى على حسب الجريد الى لو جريد وانترميديت جريد والهاي جريد بيزد اون الميتوزيس والكي اي 6 7. ده شكل النيورو اندوكراين تيومرز تبقى راوندد وريجولار وعامله شكل اورجانيك اركتكتشر. اما النيورو اندوكراين كارسينوما بتبقى الخلايا نفسها فيها ماركت سيتولوجيك اكتيفيا اند نيكروز. الاميونوز كيمستري واحد من التولز مهمه جدا في تشخيص النيورو اندوكراين تيومرز بشكل عام. اهم تو ماركرز هم كروموجرانين وسيناتوفيزين. في حاجات ثانيه ممكن نستخدمها تو ايد دايجنوز زي الان اس اي او نيورو سبيسيفيك انوريز والسي دي 56. قبل ما تنقل بقى للجزء الكلينيكال والتشخيص والعلاج، تعالوا بس نراجع كده الجزء بتاع الكلاسيفيكيشن. طب بيفرق ايه عن الباثولوجي كلاسيفيكيشن؟ احنا الكلاسيفيكيشن بتاع النيورو اندوكراين تيومرز اكشولي بينفولف حاجتين، بينفولف السايت بتاع التيومر نفسه او بينفولف كمان الجريد. دي الكلاسيفيكيشن القديمه زي ما قلت لكم بقسمهم الى 3 مين جروبس، اللي هو لو جريد وانترميديت جريد والهاي جريد. لو وانترميديت وهاي جريد. اللو جريد بتبقى خلايا زي ما قلت لكم بتبقى ويل ديفرنشيتد، الكي اي 6 7 بتاعها اقل من 3% والميتوزس اقل من 2 باي 10 هايبر فيلد. اللو جريد نيورو اندوكراين تيومرز ممكن نلاقيها في اللنج، ولو لقيتها في اللنج يبقى دي بيسموها دي الثراسيك او كارسينويد تيومر، تيبيكال كارسينويد تيومر. ممكن تبقى موجوده في اي مكان تاني في الجي اي او اكسترا ثراسيك نيورو اندوكراين تيومر. يبقى اللو جريد نيورو اندوكراين تيومر على حسب مكانها، لو موجوده في اللنج دي اللي بنسميها كارسينويد تيومر. طب لو موجوده في اي مكان تاني او بنسميها تيبيكال كارسينويد، عشان الفرق بينها وبين اذر كارسينويدز يعني. تيبيكال كارسينويد اللي بيجي في اللنج، اما الاذر بنسميها لو جريد نيورو اندوكراين تيومر. نفس الكلام في الانترميديت جريد. الانترميديت جريد لو موجوده في اللنج او موجوده في الثوركس بنسميها اتيبيكال كارسينويد. طب لو موجوده في اي مكان تاني بنسميها اكسترا ثراسيك انترميديت جريد نيورو اندوكراين تيومر. اكسترا ثوراسيك انترميديت جريد نيورو اندوكراين تيومر. وكان زمان الهاي جريد زي ما قلت لكم بيشمل بقى الحاجتين دول، بيشمل الجريتلي ويل ديفرنشيتد نات از ويل از بولي ديفرنشيتد نيورو اندوكراين تيومرز، اللي دلوقتي خلاص اتقسمت بقى كل واحده فيهم فئه لوحدها. ما عندنا لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد نات، دول لوحدهم فرق بينهم وبين نيورو اندوكراين كارسينوما. اجين بقى زي ما قلت لكم دي التقسيمه الحديثه اللي قعدنا نتكلم عنها، لو جريد وانترميديت جريد وهاي جريد نات، فرق بينهم بين نيورو اندوكراين كارسينوما. يمكن السبب في التفرقه الحقيقه دي هو الادفانتجز عندنا في الموليكولر بيولوجي، ان الموليكولر دايجنوستيكالي او جينوميكالي النيورو اندوكراين كارسينوما مختلفه في الموليكولر باترن بتاعها عن النيورو اندوكراين تيوم. زي ما احنا شايفين كده في النيورو اندوكراين كارسينوما بتلاقي بعض الجينز اللي بتبقى
هايلي اكسبريسد زي تي بي 53 والار بي او ريتروبلاسوما 1 بيبقى فيها لوست. فلو لقيتها يبقى دي على طول نيورو اندوكراين كارسينوما في بي 53 ميوتيشن وريتروبلاسوما بيبقى لوست. في حين نيورو اندوكراين تيومرز بتكسبريس اذر جينز زي من اهمهم المين تايب 1 جين، الفون هيبلين تاو، والبراكا والاتراكس جين. يبقى لو لقيت الحاجات دي يبقى دي اوف نيورو اندوكراين تيومر اوريجين. طبعا احنا مش بنلجأ الى مولكيولار دايجنوستكس الا في الحالات ان انت صعبه مش عارف هل دي، طب هل دي جريد 3 نيورو اندوكراين تيومر ولا دي نيورو اندوكراين كارسينوما. ساعتها ممكن نستخدم المولكيولار دايجنوستك تولز فور ديفرنشيشن. بس انا اهميه السلايد دي عشان اقول لكم ليه حصلت التطور الاخير دوت في الكلاسيفيكيشن اوف نيورو اندوكراين تيومرز، ان انا فرقت خالص ما بين جريد 3 نات عن النيورو اندوكراين كارسينوما، لان في اكتشفنا ان هو مولكيولي دي ديستانكت جروب عن بقيه النيورو اندوكراين تيومرز از اول. بعد المقدمه الكبيره دي عرفنا فيها يعني ايه نيورو اندوكراين تيومر ويعني ايه نيورو اندوكراين سيل والابيديميولوجي والريسك فاكتورز، وبعد كده اتكلمنا عن الباثولوجي والكلاسيفيكيشن بتاعت النيورو اندوكراين تيومرز از اول جروب. طبعا بعد كده نتكلم بقى عن البرزنتيشن والدايجنوزيس، وبعد كده ان شاء الله نتكلم عن المانجمنت. نبدأ أول حاجة خالص في البرزنتيشن. البرزنتيشن بتاع النيورو اندوكراين تيومر بيعتمد على حاجتين مهمين أوي. أول حاجة موقعها، مكانها فين في الجسم. أنا زي ما قلت إن بقية التيومرز كلها بنتكلم، أنا بتكلم مثلا عن لان كانسر، بتكلم عن اسوفيجيال كانسر، بتكلم عن جاستريك كانسر، بتكلم عن الاتش سي سي، بتكلم عن بانكرياتيك كانسر، كل واحد فيهم بتكلم عن اناتوميكال سايت بير سي. لكن هنا بتكلم في هيستولوجيك أو باثولوجيك دايجنوزيس جروب أوف تيومرز بنسميها نيورو اندوكراين تيومرز. فنيورو اندوكراين تيومرز، هل نيورو اندوكراين تيومرز بتاعت اللانج هيبقى نفس الاداء بتاعها ونفس البرزنتيشن بتاعتها زي بتاعت نيورو اندوكراين تيومرز بتاعت البانكرياس، زي نيورو اندوكراين تيومرز بتاعت الكولون او بتاعت السمك؟ لا طبعا. فالبرزنتيشن بيختلف باختلاف المكان، ودي اهم نقطه عارفينها في الاول، ان البرزنتيشن بيعتمد على المكان. يوجوالي زي ما احنا شايفين كده في الرسمه اللي قدامنا كده، ان موست كومن سايت فور نيورو اندوكراين تيومرز هو الجي اي. الجي اي نيورو اندوكراين تيومرز على مستوى بقية الجي اي، اقصد بقى هنا كده الجي اي كولكتيفلي اللي هو الاستومك، السمول انتستن، اللارج انتستن. يبقى الجي اي تراك يمثل تقريبا حوالي 50% من النت. نيورو اندوكراين تيومرز كومن سايت ليها هو 50% يطلع من الجي اي تراك. تمام. خلي بالك البانكريس هو انتيتي لوحده، بالرغم ان البانكريس واحد من الجي اي اورجنز، لكن هو انتيتي لوحده مثلا حوالي 5% من حالات النات. كمان من الاماكن المشهوره قوي هو البرونكو بالمونري نات او اللانج نات، وتمثل حوالي ربع حالات النيورو اندوكراين تيومز. يعني نص حالات النيورو اندوكراين تيومز بتطلع في الجي اي تراكت، وربع حالات النيورو اندوكراين تيومز بتطلع في اللانج. طبعا في عندنا ممكن تطلع في اذر سايتس، وارد جدا انها تطلع في اماكن ثانيه، لكن الموست كومن سايتس هو جي اي بانكرياتيك اند لانج او برونكو بالمونري نيورو اندوكراين تيومز. الحاجه الثانيه بقى المهم قوي في البرزنتيشن هو الفانكشن. هل نيورو اندوكراين تيومر ده فانكشنينج ولا لا؟ هتكلم في الموضوع بتاعنا على 3 اللي هو 3 كومن سايتس، اللي هو الانتستن او الجي اي بيسموه انتستن نات، والبانكرياتيك نات، والبرونكو بالمونري او ثوراسيك نات. يبقى انا كل الكلام بتاعنا بقى في التوبيك بتاع النهارده هنتكلم عن 3 مين سايت و 3 مين برزنتيشن، انتستينال نت، بانكرياتيك نت، وبرونكو بالمونري نت. تعال نشوف البرزنتيشن بتاع كل واحد فيهم ايه. اول حاجه بالنسبه بقى للانتستينال نت، زي ما قلت لكم بيعتمد على هل الخلايا دي فانكشننج ولا لا. يعني ايه فانكشننج؟ يعني بتطلع، طبعا كل نيورو اندوكراين تيومر زي ما قلت لكم عندهم سكريتوري جرانيولز بتطلع هرمون لايك بروتينز، يعني ميدياتورز. الميدياتورز دي ممكن تؤدي الى وجود سيمتومز، ويمكن اكتر مكان هنا الكلاسيك قوي هو الثراسك نت اللي احنا اول ما اكتشفناه سميناه حاجه اسمها كارسينويد سيندروم. وكارسينويد سيندروم ده كان بيبقى كلاسيك كده، ترياد عندهم فلاشنج ويزس ودايريا، وده عشان خاطر الانفلاماتوري او الميدياتورز اللي بتطلع من النيورو اندوكراين تيومرز نفسها على طول بتطلع من اللنج تروح السيستم سيركيليشن وتبدا تعمل لك برزنتيشن بقى زي ايه، بعض المواد زي الهيستامين زي السيروتونين، الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعمل فيشيال فلاشنج، بتعمل برونكو سبازم، بتعمل سلويزنج، بتعمل كمان انكريز الجي اي ميتيليتي، فبيحصل دايريا. يبقى ده كلامنا عن الثوراسك نت والبرزنتيشن. فكل الثوراسك نت ار فانكشن باي ديفولت. ليه؟ لان التيومرز موجوده في اللنج
واللنج على طول متصله بيه، السيستميك سيركيليشن تروح للبلد، السيروتونين والهيستامين والحاجات دي تبقى تعمل فازو كونستريكشن او تعمل لك فلاشنج فازو دايليشن، تعمل لك برونكو كونستريكشن وتعمل لك دايريا. هو ده التيبيكال كارسينويد سيندروم. عشان كده كان زمان لما بيقول لك التيومر دي تطلع من اللنج بيسموها التيبيكال كارسينويد. طيب ماذا لو نفس التيومرز دي الاندوكراين تيومرز طلعت من الانتستين؟ والله لقينا ان نسبه 80% من التيومرز دي بتبقى نون فانكشن، يعني اي سيمتوماتيك، يعني الشخص ده ما بيجيلوش كارسينويد سيندروم، و20% منهم بيجيلهم كارسينويد سيندروم. طب اشمعنى يعني؟ اشمعنى لما طلعت في الجي اي او طلعت في الجاستريك او انتستينال او كولونيك هي نفس التيومر ما عمليش كارسينويد سيندروم، و20% بس اللي عملوا كارسينويد سيندروم؟ اكشوالي ده بيعتمد على هل المواد دي بتروح سيستم سيركيليشن ولا لا. مشكله احنا عارفين طبعا ادي الجي اي اهو مثلا، ده الاستومك، وبعدين عندنا سمول انتستن، وبعد كده عندنا الكولون بقى باللارج انتستن. كل البلاد سبلاي بتاعهم بيروح من خلال البورتال فين، رايت وليفت بورتال فين، بيروح على الليفر. فلما الانفلاماتوري ميدياتورز دي تطلع او هذه الميدياتورز، سي مثلا عندك كارسينويد هنا في الاستومك، او عندك كارسينويد في الانتستن، او عندك كارسينويد في الكولون، بيطلع سيروتونين، بيطلع هيستامين. المواد دي لما تيجي تمشي في البورتال سيركيليشن يروح الليفر، الليفر بيعمل لها ديتوكسيفيكيشن، يعني بيعمل لها ميتابولايزيشن، فبيحولها الى ان اكتف كومباوندز. السيروتونين يحوله الى 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، وبالتالي يبقى ان اكتف. فلما الواحد يروح في السيستم سيركيليشن يبقى ما عندوش اي سيمبتومز، الهيستامين بيتكسر في الليفر، السيروتونين يتكسر في الليفر، وبالتالي ما يبقاش عندهم مانيفستيشنز اوف كارسينويد سيندروم. طب اشمعنى 20% بيبقوا فانكشنينج؟ اكتشفوا ان 20% دول اللي بيبقى عندهم ليفر ميتاستس، يعني واحد عنده كارسينويد في الاستومك وراح عمل ميتس في الليفر، او عنده كارسينويد في الانتستين وراح عمل ميتس في الليفر، اهو الميتاستاس بتاعت الليفر دي بتطلع السيروتونين والمواد اللي هي الكومباوندز دي نفسها، زي مثلا السيروتونين وزي الهيستامين او البراديكاينين، بتطلعهم في الهيباتيك ارتري. فلما يدخلوا من الهيباتيك ارتري سيستم سيركيليشن، يعملوا لك بقى المانيفستيشنز بتاعت الكارسينويد اللي هو يعمل لك فلاشنج وويزيس ودايريا. يبقى فهمنا ليه البرنسبل بتاعت الانتستنال او جي اي بانكريات نت بتبقى جزء منها فانكشنينج جزء منها نون فانكشنينج، ليه كل ثراسك نت ار فانكشنينج، ليه كلهم ار تيبيكال كارسينويد؟ عشان خاطر الانفلامات، عشان خاطر هذه الميدياتورز بتطلع على طول في سيستم سيركيليشن وتقدر تعمل لك برزنتيشن اوف كارسينويد. لكن في حالات الجي اي نيورو اندوكراين تيومرز لا، هي المواد دي لما تروح على الليفر بتتكسر في الليفر، وذ سمول برسنتج اللي هم حوالي 20% اللي بقى عندهم ليفر ميتس، ممكن تروح على الهيباتيك ار تي والسيستم سيركيليشن وتعملي مانيفستيشنز اوف كارسينويد. عشان كده زي ما كانوا بيسموهم دول بقى ايه؟ تيبيكال كارسينويد. اخر حاجه خالص بانكرياتيك نت. البانكرياتيك نت هنا بزود عليها بقى البرودكشن اوف ذيس كومباوندز اللي هم السيروتونين والبراديكاينين والهيستامين. ان البانكرياس نفسه عباره عن زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت اندوكراين واكسكراين اورجن، ففي عندنا جزء اندوكراين في بيتا سيلز بتطلع انسولين بتطلع جلوكاجون، كمان البانكرياس عنده القدره ان هو بيطلع دايجستيف انزيمز عشان خاطر تساعد البروسس بتاع الدايجستشن. فلو حصلت النيور اندوكراين تيومرز في البانكرياس ممكن تبقى ليها سيكريتوري فانكشن ثانيه، يعني تبدا تطلع انسولين، ممكن تطلع جلوكاجون، ممكن تطلع فازو انتستينال بيبتايد اللي بيسموها فايبوما اند سو اون. يبقى لو طلعت اي حاجه من الخلايا نفسها الفانكشن بتاعت البانكرياس، ممكن لو عملت سكريشن اوف ذيس كومباوندز وبرده راحت ليفر طلعت على السيستم سيركيليشن بتبقى فانكشنينج. وعشان كده زي ما احنا شايفين كده ايضا البانكرياتيك تيومرز بيبقى فانكشنينج، ولكن فانكشن البانكرياتيك تيومرز بتختلف عن بقيه الكارسينويد، بتختلف عن البرونكوبالموري نت، بتختلف عن الانتستينال نت. يبقى هنا البرزنتيشن هنا كفانكشننج مش بيبقى كارسينويد زي البلاقي، لكن بيبقى هرمون اكتف ستيتس على حسب بقى الهرمون ذات ويل بي سيكريتد زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى تاني وانا بتكلم عن البرزنتيشن اوف نيو اندوكراين تيومر، رقم واحد البرزنتيشن بيعتمد على السايت. في عندنا ثلاث اماكن مشهورين قوي، في عندك البرونكو بالموناري نت، في عندك الجي اي نت والبانكرياتيك نت، وبعدين كل واحد فيهم بقى بيعتمد على هيبقى فانكشننج ولا لا. باي ديفولت كل البرونكوبالمونري نت عندهم كارسينويد سيندروم،
20% او 80% من الانتستينات بيبقوا نون فانكشنال و20% بيبقوا فانكشنال عندهم كارسينوجين سيندروم، 80% من البانكرياتيك نت بيبقوا نون فانكشنال و20% بيبقوا فانكشنال عندهم هنا حاجه اذر ذان كارسينويد زي اللي هو السكريتوري هرمونز. ويمكن ده اللي هتكلم عنه دلوقتي ان ديتيلز. اهو ادي الانتستينال نت زي ما قلت لكم، الانتستينال نت دي وان اوف ذا موست امبورتنت جروبس، لان حوالي 50% من حالات النورودوكاينتوبيا بتطلع في الجي اي. زي ما احنا شايفين 80% فيهم بيبقوا نون فانكشننج طلع كروم جرينين، و20% بيبقوا فانكشننج. فلما فانكشن بتطلع مواد زي السيروتونين والهيستامين والبرادكاينين تعمل لك الكارسينويد ترياج اللي هو ترياد اللي هو عندهم فلاشنج وداريا وويزنج، فلاشنج وداريا وويزنج. في حين ان البنكرياتيك نت اجين بس حوالي 30% من حالات النت بيبقى حوالي 80% منهم نون فانكشننج و20% منهم فانكشننج. الفانكشن هنا بيعتمد على الهرمون ذات ويل بي سكريتد، فلو طلعت هرمون زي الجلوكاجون يعمل لك جلوكاجونوما، طبعا الناس دول يبقى عندهم هايبر جلايسيميا. لو طلعت انسولين يعمل انسولينوما يبقى عندهم هايبو جلايسيميا. لو طلعت جاسترين يعمل حاجه اسمها جونجر اليسون سيندروم يبقى عندهم مالتيبل جاستريك التشرز. لو طلعت في اي بي اللي هو فازو انتيرو انتستينال بيبتايد يعمل لك فايبوما اند سو اون. بيعتمد على الهرمون ذات ويل بي سكريتد فروم ذا بانكرياس. اخر حاجه خالص بقى البالمونري نت او الثوراسيك نت. الثوراسيك نت دايما بيبريزنت ويز كارسينوجين سيندروم، والكارسينوجين سيندروم زي ما قلت لكم ده اول مرض تم اكتشافه، وده كان عباره عن تريات بقى من فلاشنج وداريا ويزز. فلاشنج وداريا ويزز نتيجه الميديتورز اللي بتطلع من التيومر نفسه، من اشهرهم الفايف هيدروكسيتريبتامين اللي هو السيروتونين، البرادي كاينينز، وايضا الهيستامين. لكن كمان ودي حاجه ساعات بتلاقي ام اس كيو، هو الكارسينويد سيندروم دي افكشن على الهارت. بيعمل لك ايه في الهارت؟ بيعمل لك ترايكاسبيد فالف او بالموناري فالف فايبروزس، يعمل لك ترايكاسبيد سينوزس بالموناري سينوزس، تراكاز بالسينوس وبرميسونس. فبيأثر على الرايت سايد وعلى الليفت سايد؟ لا على الرايت سايد. اشمعنى الرايت سايد؟ لان الرايت سايد ده هو ده اللي قريب من اللنج على طول، ده اصلا جاي من اللنج، واخد من السيركيليشن بتاعتك بتروح في اللنج، وبالتالي هذه الانفلاماتوري ميديتورز او الميديتورز اللي بتروح على اللنج وتعمل لك فايبروزس يوجوالي على الرايت سايد اوف ذا هارت، تمام؟ تعمل لك ترايكاسبيد فايبروزس او بالموري فايبروزس. يمكن ده تفسير للكارسينوجين سيندروم بيحصل في حالات اللنج كانسر، وبيحصل في الناس اللي عندهم ميتاستاتيك نت تو ذا ليفر. يبقى هذه الانفلاماتوري ميديتورز ال 5 هيدروكسيتريبتامين بيروح على التيشوز ويعمل لك الترايد دوت اللي هو فلاشنج وداريا وويزز، از ويل از كومبليكيشن على اللنج بيسموه كارسينويد هارت ديزيز او فايبروزس على الرايت سايد، يعمل لك ترايكاسبيد ستينوزس او بالمونري ستينوزس. يبقى ده اتكلمنا عن البرزنتيشن اوف نيورو اندوكراين تيومرز. يبقى اهم كلمه في البرزنتيشن بيعتمد على السايت. في عندنا 3 كومن سايتس، الجي اي واللنج والبانكرياس. اللنج او البرونكو بالموناري نيورو اندوكراين تيومرز باي ديفولت كلهم هيبريزنت ويز كارسينويد سيندروم. طيب الجي اي هتلاقي 80% منهم نون فانكشن و20% فانكشن بيعملوا كارسينويد سيندروم. البانكرياتيك 80% نون فانكشن و20% فانكشن بيبقى على حسب المده تول بي سيكريتد. نيجي بعد كده للتشخيص. التشخيص زي ما قلت لكم مين بيعتمد على البايبسي، والبايبسي هتحطونها بقى في الباثولوجي هل ده نيورو اندوكراين تيومر ولا نيورو اندوكراين كارسينوما بانهي جريد اللي احنا قلنا عليه زي ما شفنا كده. لكن كمان يهمنا في الدايجنوسز الورك اب. الورك اب بتاعنا هيشمل حاجتين، هيشمل اللاب تيستس از ويل از ايميجينج. اللاب تيستس انت بتعملها عشان خاطر تشوف هل التيومر ده فانكشن، يعني بتطلع ميديتورز، الميديتورز دي بتبقى اكتف في البلاد ولا لا. يعني مثلا زي ما قلنا في حاله البرونكوبالمونري نت هتدور على البرودكتس بتاعت الكارسينويد اللي هي اشهرها مينلي السيروتونين. السيروتونين او الباي برودكت بتاعته، يعني السيروتون بيروح لليفر يكسر يديك حاجه اسمها 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، اوكي؟ وده الاند برودكت او الميتابوليك برودكت بتاعت السيروتونين 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، وده يقول لك هل الشخص ده عنده تيومر بيطلع سيروتونين ولا لا. نفس الكلام برضو ممكن يتقاس في الانترنت، برضه بتشوف ال 24 اور يورينري 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. لكن من ضمن بقى المركز الجديده اللي استخدمناه، واحد برضه من افكتيف ماركرز، انك بتقيس بقى الكروموجرانين والسيانابتوفيزين ان ذا بلاد. يعني احنا قلنا دول كروموجرانين وسيانابتوفيزين كنا بنشوفهم على الميونو هيستوكيمستري، صح كده؟ في الباثولوجي. لكن كمان ممكن من البروتينز دي كان بي سكريتد باي ذا تيومر ات سيلف وكان بي ديتكتد ان ذا بلاد. اهم واحد فيهم بقى في الديتكشن في البلاد وممكن تستخدمه كماركر للديزيز نفسه وريسبونس تو تريتمنت هو الكروموجرانين ايه؟ تشوف سيرم كروموجرانين. سيرم كروموجرانين ده يبقى ماركر للنيورو اندوكراين تيومر اللي عندك، ولو الشخص ده خد علاج وتيومر بدا يقل هتلاقي السيرم كروموجرانين ايه بدا يقل. يبقى تاني ممكن ديتكت ال5 هيدروكسي الاندول اسيتيك اسيد، ممكن اشوف سيرم
الفايف هاي او هيدروكسي اندور اسيتيك اسيد بيبقى دايما في اليورين، او ممكن اشوف سيرم كرومجلانين في البلاد او سوماتوستاتين او سينابتوزين او سوماتوستاتين في البلاد. البنكرياتيك نت زي ما قلت لكم بيزود عليهم الهرمون الفانكشن، يعني بيزيد عليهم في الحاجات دي. انا برضو بطلب لهم كرومجلانين وبطلب لهم سوماتوستاتين و5 هيدروكسي اندور اسيتيك اسيد، لكن كمان بيزيد عليهم الهرمون الفانكشن. فممكن اشوف الهرمونز ليفل، يعني مثلا لو عندك تيومر بيطلع انسولين هشوف الليفل اوف انسولين بيسموه فاستنج انسولين ليفل او السي بيبتايد. السي بيبتايد ده هو ده جزء من الانسولين هرمون ديورنج برودكشن، يعني هرمون او الانسولين اول ما بيتصنع في الخلايا بيبقى بشكل برو انسولين، ده عباره عن سي بيبتايد والانسولين نفسه، وبعد كده السي بيبتايد ينقسم ينفصل عنه. فلو لقيت السي بيبتايد عالي يبقى ده ماركر ان اصلا بيبقى في عندنا انسولين سكريشن عالي. نفس الكلام لو التيومر بيطلع جلوكاجون، جلوكاجون هتلاقي عندهم جلوكاجونوما، فبتلاقي السيرم جلوكاجون ليفل عالي، جلوكوز بيبقى واطي. بالمثل برضو في الناس اللي عندهم فايبوما هتلاقي السيرم في اي بي بيبقى عالي، الناس اللي عندهم زولينجر اليسون سيندروم هتلاقي برضو عندهم الهرمون جاسترين ليفل بيبقى عالي اند سو اون. يبقى اذا الهرمون ليفل في حالات البنكرياتيك تيومر كمان اذا اعرف دي فانكشن ولا لا، يبقى اعمل كمان هرمونال ايساي عشان اشوف دي هل سكريت هرمون سبيسيفيك هرمون ولا لا. طبعا جزء منها هيبقى طبعا كلينيكال، يعني انا مش هطلب عنده له كل حاجه، مش هطلب له انسولين وجلوكاجون، لا اشوف الكلينيكال برزنتيشن ايه. واحد بيدخل في هايبوجلايسيميا يبقى اشوف الانسولين ليفل، واحد بيدخل في هايبر جلايسيميا اشوف الجلوكاجون ليفل، واحد عنده جاستريك السرز كتيره اشوف الجاسترين ليفل، واحد عنده دايريا وابدومينال بينز اشوف الفي اي بي ليفل اند سو اون. فيبقى دايركتد باي كلينيكال برزنتيشن بتاع العيان. يبقى تاني اللاب تيست في حاجات ستاندرد هطلبهم لكل حالات النيور اندوكراين تيومرز، هطلب لهم 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد ان يورين، كروموجلانين ان بلاد، وفي بقى حاجات فانكشنال تانية هتطلبها على حسب المكان، سوماتوستاتين في حالات الانتستينال نات، الانسولين ليفل او جلوكاجون ليفل او جاسترين ليفل او في اي بي ليفل في حالات البنكرياتيك نيور اندوكراين تيومر. ده بالنسبه لللابس. بالنسبه للايمجينج احنا في عندنا نوعين من الايمجينج ودول مهمين قوي في نيور اندوكراين تيومر، اناتوميك ايمجينج وفانكشنال. يعني اناتوميك يعني ايه؟ بحدد بيها السايت اند سايز اوف ذا تيومر، سايت اند سايز اوف ذا تيومر، ودي الحاجات التقليديه بتاعتنا زي السي تي او الام ار اي، بطلب سي تي وذ كونتراست وام ار اي وذ كونتراست عشان تحدد بيهم ابعاد التيومر ومكانه والسايز بتاعه بشكل مور بريسايز. لكن في عندنا كمان فانكشنال ايمجينج. فانكشنال ايمجينج ده لو نرجع للمحاضره كده في اول كلمه قلتها ان all neuro endocrine tumors are expressing السوماتوستاتين ريسبتورز، كلهم بيبقى عندهم سوماتوستاتين ريسبتور. ففكرتها بقى انك بتدي ماده راديو اكتيف ليبل وكان بايند تو سوماتوستاتين ريسبتور، فلما يروح يمسك في السوماتوستاتين ريسبتور خلايا الورم تنور. فكره زي مشابهه جدا لفكره البات سكان. هو البات سكان فكرتها ان انت عندك خلايا ورم شرحه للجلوكوز، فبتدي لهم جلوكوز ماسك فيه ماده راديو اكتيف اللي هو الفايف ديوكسي جلوكوز. نفس الكلام هنا بالظبط، انت عندك تيومر عنده سوماتوستاتين ريسبتور، فبديله ماده تمسك في السوماتوستاتين، السوماتوستاتين ماسكه فيها راديو ليبلد كومباوند. الراديو ليبلد كومباوند دي الايمجنج تكنيكس بتختلف، يمكن من اشهر الحاجات حاجه اسمها اوكتيريوتايد سكان. اوكتيريوتايد سكان هو اسمه الثاني سوماتوستاتين ريسبتور سينتجرافي. سينتجرافي معناها التصوير بالمواد المشعه، يعني تصوير بماده مشعه هتمسك في السوماتوستاتين اللي هو ماده الاوكتيريوتايد، عشان كده بيسموها اوكتيريوتايد سكان. ويمكن دي اضافتها عن الاناتوميكال ايمجينج انك بتقول لك هل التيومر ده فانكشن ولا لا. يعني انا في الاناتومي في السي تي او في الام ار اي اعرف ان في عندي تيومر في الاستومك، اعرف ان عندي تيومر في البانكرس، بس هل ده فانكشن ولا لا؟ ما عنديش اجابه على السؤال ده. امال اعرف ازاي اذا كان فانكشن ولا لا؟ من خلال الفانكشن ايمجينج من اهمهم الاوكتيريوتايد سكان. الامور تطورت كمان في الراديولوجي والراديو دايجنوستس، وبقى في عندنا حاجه اسمها جاليوم دوتيت بيت سكان. جاليوم دوتيت بيت سكان، وده نفس فكره البات، يعني عندك برضو ماده مشعه، بس الماده المشعه هنا هتبقى ماسكه اللي هو الجاليوم، هيبقى ماسك فيه الدوتيت، والدوتيت ده زي الاوكتيريوتايد كده برضو بيمسك فيه السوماتوستاتين ريسبتور. يمكن يفرق ايه عن الاوكتيريوتايد سكان اللي هو هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك. هتشوفوا دلوقتي يمكن هجيب لكم صوره شكل الاوكتيريوتايد سكان الايمجنج فيه عامل ازاي، والايمجنج بقى بالتقنيه الحديثه اللي هي الجاليوم دوتيت بيت سكان تبقى مور اكيوريت، بس مش بيديك، لان هو كمان هنا بيكومباين الاناتوميكال بالفانكشنال ايمج، فعشان كده بيديك حاجه مور بيرسايز. في عندنا برضو انذر تول زي حاجه اسمها الام اي بي جي او الميتا ايودو بنزايل جوانيدين سكان، ودي اوف لو سنسيتيفيتي ما نلجاهاش كتير قوي، لكن اكشوالي اكتر حاجتين بيستخدموا حديثا هو الاكتريتيد سكان او الجاليوم دوتيت بيت سكان.
يبقى تاني الامجينج، الامجينج فور نيو ديفرنت تيومرز. في عندنا نوعين من الامجينج، اناتوميكال امجينج زي السي تي والام ار اي، والهدف منها توكلايز السايت اند سايز اوف ذا تيومر. في عندنا فانكشنال امجينج عشان خاطر اعرف هل التيومر ده فانكشنينج ولا لا، يعني السوماتوسين ريسبتور بتاعته فانكشنينج ولا لا، زي الاكتوريتايد سكان والجاليوم دوتيت بيت سكان. طبعا من ضمن الامجينج برضو انا زودت لكم هنا كده هو انك تعمل لهم ايكو هارت، عشان خاطر زي ما قلت لكم ان في بعض حالات الكارسينوين الناس عندهم ثوراسيك نت، او 20% من الناس عندهم جاستريك او جي اي نت، في عندهم كارسينويد سيندروم، والكارسينويد سيندروم بيعمل لك افكشن في رايت سايد اوف ذا هارت، بيعمل لك بالمونري اندراكاسبيد ستينوزس، فيفضل انك تعمل ايكو عشان خاطر تكسكلود ذيس كومبليكيشن. ده شكل الايمجينج موداليتيز، ده سي تي الون زي ما احنا شايفين كده، سي تي الون انا مش قادر قوي الوكالايز سايد اوف ذا تيومر، لكن هنا اهو واحده ادي وان اكتيف ليجن موجوده في الجي اي اهي. لكن لما جينا بقى بصينا عليها بالدوتيت سكان، الدوتيت سكان وضح لنا كمان في عندنا كمان ديجن هنا كده ما كانتش واضحه في السي تي، وادي انذر ديجن هنا اهي. فهو بيكومباين الفانكشنال ايمجينج مع الاتوميكال ايمجينج، وده مخليه هاير سنسيفتي. وادي هنا كومباريزون بقى بالاكتوريتايد سكان التقليدي بالدوتيت سكان، زي ما شايفين كده في حاجات ممكن كان بي ماسد باي الاكتوريتايد سكان، لكن الدوتيت هو ده نفس العيان يعني الجاليوم ديزيز كان لا يقدر يوكلايز الديزيز حتى لو فيري سمول والاكتيفيتي بتاعته لو. يبقى دي الايمجينج بتاعت النيوروندوكراين تيومرز. اجين في عندنا اناتوميكال ايمجينج التقليديه سي تي ام ار اي، في عندنا فانكشنال ايمجينج اشهرهم الكتروسايت سكان وجاليوم ديزيز بيت سي تي. والجاليوم ديزيز بيت سي تي هي دي الاعلى فيهم في السنسيتيفيتي والاعلى فيهم في السبيسيفيستي. نيجي بعد كده بقى نتكلم عن treatment of neuroendocrine tumors. وزي ما قلت يمكن actual neuroendocrine tumors واحدة من tumors المعقدة بس في شرحها أو فهمها، لكن في الآخر المانجمنت بتاعها من أسهل ما يكون. يمكن التعقيدة برضو again هنا مش بتكلم عن one disease، أنا بتكلم عن different diseases ب different presentations ب different sites. يعني gastric NET هيبقى ليها management مختلف عن pancreatic NET، مختلف عن thoracic NET. ولو رجعنا كده ال NCCN guidelines هتلاقي فعلا ان عامل لكل واحده فيهم، وهتلاقي جايب لكم الحاجات دي هنا المانجمنت لاين بتاع كل اناتوميكال سايت من الثلاثه نات المشهورين. انا قلت هتكلم عن الجاستريك والبنكرياتيك والبلمونري او ثوراسيك نات. ويمكن انا في الحقيقه مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس يعني يمكن من اكتر المحاضرات اللي تعبتني في تحضيرها هو النيورو اندروجين تيومرز، يعني واخد فيها اكتر من 7 مصادر عشان خاطر اطلعها لكم في الاخر بالشكل ده. يعني ان سي ان الازمو كذا كتاب كده 3 4 كتب فوق بعض عشان خاطر احط التصور في الاخر ده، لانه للاسف مشكله النيورو اندوكراين تيومرز في الكتب انها مش معروضه بنفس السيكونس ده او بنفس درجه الفهم دي، عشان خاطر تبقى فاهم ايه اصلا النيورو اندوكراين تيومرز بالابديتس بتاعتها بالنيو لاينز اوف مانجمنت بتاعتها ان شاء الله زي ما هتلاقيني عرضها لكم هنا ان شاء الله. فهي دي واحده من المحاضرات اللي كده هتلاقيها مميزه جدا في العرض بتاعها، وزي ما قلت لكم مش هتلاقوا اللي بقوله ده في كتير قوي من الكتب اللي موجوده يعني. اولا بس عايز اتكلم قبل ما اتكلم عن المانجمنت اوف ايتش سبيسيفيك سب تايب من نيورو اندوكراين تيومرز، نتكلم اصلا هو انا ايه فلسفه المانجمنت اوف نيورو اندوكراين تيومرز، هو انا باخد القرار بناء على ايه. القرار بيتاخد بناء على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه خالص التيومر جريد، يعني اللو جريد تيومرز بالمانج ده بيبقى مختلف عن الهاي جريد تيومرز، بيختلف عن النيورو اندوكراين كارسينوما. نفس الكلام السايت زي ما قلت لكم، في عندنا 3 مين كاتيجوريز بقى اتكلم عنه اللي هو الانتستال نت، البنكرياتيك نت، والبرونكو بلمونري او ثوراسيك نت. كل واحد فيهم هيتكلم فيه مانجمنت لاين مختلف عن الثاني. رقم 3 الستيج او البيردن اوف ذا ديزيز. اكيد لو واحد عنده نيورو اندوكراين تيومر لو جريد صغير في الحجم، غير ما عنده لوكال ادفانسد نيورو اندوكراين تيومر، غير لما يبقى عنده نيورو اندوكراين كارسينوما سمول، غير لما عنده نيورو اندوكراين كارسينوما متستاتيك. فالبيردن اوف ذا ديزيز واحد برضو من الحاجات المحددات في المانجمنت بتاعتي. كمان الهرمونال ستيتس، واحد كان هرمونال ستيتس اكتر هنتكلم فيها في نيورو اندوكراين تيومرز عن نيورو اندوكراين كارسينوما. فالنيورو اندوكراين كارسينوما لا يعنيني هي فانكشن ولا مش فانكشن، لكن في النيورو اندوكراين تيومرز بالذات في اللو جريد والانترميد جريد يعنيني الفانكشن ليفل بتاعها، لان ده العيان هو ده في عنده سيمتومز، فانا يهمني جدا فاريشن اوف سيمتومز سبيشالي كجزء من pattern of management of metastatic or local advanced disease اللي هو بيبقى usually زي low disease pattern، يعني low growth pattern of disease، فبيشمل معاملة اللي هي tumors اللي هي incurable، لكن في نفس الوقت المانج بتاعها mainly بيحدد على السيمبتومز.
ادي شكل الادوات العلاجيه بتاعه المانجمنت اوف نيورو اندوكراين تيومرز. دول طويل، كنا بنستخدم الكيموثيرابي، الكيموثيرابي بعض الكيموثيرابيتيك ايجنتس الاكتف حتى الان زي الكيبسايتابين والتيموزولامايد. كان زمان حاجه اسمها ستريبتوزيسين، بلاش استخدمها قوي، بقى مين اللي دلوقتي حاليا التيموزولامايد والكيبسايتابين. بقى في عندنا كمان تارجت ايجنتس من اشهرهم الايفرانوماس والسيتانتينيب، وفي عندنا بقى الحاجات اسمها السوماتوستاتين انالوجز. السوماتوستاتين انالوجز زي الاوتيرتايد لار وحاجه اسمها اللانريتايد لار، وبقى دلوقتي في حاجه اسمها بيبتايد ريسبتور راديونوكليوتايد ثيرابي او البي بي ار تي. هنتكلم عن كل الادوات دي كلها، بس في الاخر خريطه العلاج بتبقى دي التولز بتاعتي، والديسيجن بتاعي بيعتمد على الحاجات اللي قلتها دي. رقم واحد واهم حاجه الجريد اوف ذا تيومر. انت بتتكلم عن نيورو اندوكراين تيومر ولا نيورو اندوكراين كارسينوم؟ طب نيورو اندوكراين لو جريد ولا هاي جريد؟ رقم بعد كده حاجات تانيه السايد والسايز اوف ذا تيومر والهرمون او الفانكشنال ستاتس بتاعته. اجين في المانج بتاعنا انا بعتمد على رقم واحد الانيشال تريتمنت في عيان جالك بنيورو اندوكراين تيومر، انك رقم واحد كنترول السيمتومز بتاعته. والسيمتومز دي بعتمد هل الديزيز ده فانكشنال ولا لا. واحد مثلا عنده كارسينويد، واحد عنده انسينونوما، عنده جلوكاجنوما، فرقم واحد ان انا تو تريت السيمتومز بتاعته. فممكن يكون تيومر نون فانكشن وممكن يكون فانكشن، فلو فانكشن على طول تريت السيمتومز. ومن اسهل الادوات انك اي فانكشن نيورو اندوكراين تيومرز انك تدي لهم سوماتوستاتين انالوجز، اللي هتكلم عليهم كمان شويه. نيجي بعد كده بالاضافه ان انت عملت سيمتوماتيك ريليف، ابدا اتكلم بقى على كنترول اوف تيومر جروث، تعالج التيومر اناتوميكالي بقى. وده بيعتمد على السايد اند سايز اوف ذا تيومر، لو تيومر ريسكتابل لوكالايزد وريسكتابل، ولا هل هو لوكالي ادفانسد وان ريسكتابل. لو تيومر لوكالايزد وريسكتابل جراحه، سواء كان بقى نيورو اندوكراين تيومر، نيورو اندوكراين كارسينوما، ايا كان هي المانج بتاعنا الفيرست لاين اوف مانجمنت هو الجراحه. طب لو تيومر ما تقدرش تشيله جراحيا، ده ساعتها بقى هشوف هفكر في باليشن، والباليشن ده بيعتمد على الجريد. فلو انت عندك نيورو اندوكراين كارسينوما هي المانج بتاعنا مين زي ما هنشوف دلوقتي كيموثيرابي. طب لو ويل ديفرنشيتد هو نيورو اندوكراين تيومر، المانج بتاعنا بقى في عندنا ديفرنت تولز اللي انا قلت عليهم زي السوماتوستاتين انالوجز، زي البيولوجيك تريتمنت سونيتينيب والايفرولامس، وزي الكيموثيرابي اللي احنا قلنا عليهم تيموزولامايد وكيب سيتابين باختلاف الاقسام دي كلها. تعالوا بقى ناخد الكلام ده بمزيد من التفصيل شويه. اولا في حالات نيورو اندوكراين كارسينوما يمكن دي اسهل حاجه. لو واحد بريزنت بيه نيورو اندوكراين كارسينوما، ولو تفتكروا كده انا قلت لكم من ضمن الجروب دي السمول سيل لان كانسر واللارج سيل لان كانسر، بس انا هنا هركز على النيورو اندوكراين كارسينوما اوف اوريجين راذر ذان ذا لان، يعني اي مكان تاني غير اللانك. يعني مش هتكلم عن سمول سيل لانج كانسر او لارج سيل لانج كانسر باعتبار احنا اوريدي اتكلمنا عنهم قبل كده في اللانج كانسر، لكن التريتمنت لاين مش هيختلف كتير عن سمول سيل لانج كانسر، يعني هتلاقي نفس تقريبا نفس البرنسبل. فعشان كده انا قلت اهوت المانج بتاعنا بيبقى زي السمول سيل لارج سيل لانج كانسر، لو لوكالايز تيومر يبقى جراحه. ولو نفتكر كده كنا هناك قلنا في سمول سيل لانج كانسر في الحاجات، وان كانت ما هياش منتشره قوي، لو سمول تيومر ستيج 1 تيومر اقل من 4 سنتي ساعتها بدي معاهم ادجفنت كونكرنت كيمو ريدي ثيرابي بعد الجراحه. هنا برضو كان بي اوف فاليو انك بعد الجراحه نفسها بعد ما تشيل التيومر تدي ادجفنت كيمو ثيرابي بلس اور ماينس ريديو ثيرابي. طيب لو كان التيومر ده لوكالي ادفانسد او ميتاستاتيك ساعتها بقى المين ستاي فور تريتمنت هو انك تدي بالياتيف كيمو ثيرابي. وبالياتيف كيمو ثيرابي هي نفس الاوبشنز بتاعت السمول سيل كانسر، يعني هدي برضه بلاتينم بيز مع اتوبيسايد، يعني سيس فيبسيد او كاربو فيبسيد، ده فيرست لاين فور تريتمنت. اذر اوبشنز تشمل حاجات زي الايونوتيكن سكند لاين او التيمو زولومايد. يبقى يعني تقريبا نفس الاوبشنز بتاعت السمول سيل كانسر، يبقى لو لوكالايزد جراحه فولو باي ادجمنت كيمو بلس اور ماينس راديو، ولو اللي عنده لوكال ادفانسد او ميتستاتيك هيبقى علاجنا زي سمول سيل ادي كاربو فيبسيد كومبينيشن كيموثيرابي في السكند لاين، بيبقى عندي ايونوتيكن سنجل ايجنت او تيمو زولومايد سنجل ايجنت. طيب ده بالنسبه لي الاخر جروب اللي هنقول عليها نيورو اندوكراين كارسينوما. طيب لو نيورو اندوكراين تيومر بالجريدز المختلفه بتاعتها، لو جريد نسميه الجريد هاي جريد، يمكن الهاي جريد هعملها معامله النيورو اندوكراين كارسينوما. يعني انا عندي هاي جريد نيورو اندوكراين تيومر هي برضه نفس الكلام، لوكالايزد جراحه فولو باي ادجمنت كيموثيرابي، لو لوكالي ادفانسد او ستاتيك هيبقى باليتيف كيموثيرابي بنفس البروتوكولز بالظبط اللي هي الكاربو فيبسيد او السيس فيبسيد. طيب لو كان بقى لو جريد نيورو اندوكراين تيومر، لو جريد نيورو اندوكراين تيومر او انترميديت جريد نيورو اندوكراين تيومر
على حسب البيردن اوف ذا ديزيز زي ما قلت. لو الديزيز ده كان لوكالايزد ديزيز يبقى ساعتها المين ستاي فور تريتمنت هنا هيبقى جراحه. طيب هل محتاج اي ادجمنت تريتمنت؟ لا، جراحه لوحدها تبقى فيري افكتيف، لان خلي بالنا انه اللو جريد او انترميديت جريد الريسبونس بتاعه من الكيموثيرابي بيبقى فيري فيري مانيوال. That's why ان المين ستاي فور تريتمنت هنا هيبقى جراحه. طيب لو تيومر اصلا ان ريسكتبل ما اقدرش اشيله جراحيا. في كلام على رول اوف سايتو ريدكتيف سيرجري، يعني لو تيومر عندك مثلا حجمه 10 سم، لو عندك اكتر من سايت وفي واحد فيهم اذا بالكي ديزيز، بقدر الامكان زي ما قلت لكم لانه الاوبشن اوف تارجت ايجنتس او اوبشن اوف كيموثيرابي محدوده في حالات النيو اندوكراين لو جريد نيو اندوكراين تيومرز، ساعتها هيبقى برضو الجراحه لا تزال المين ستاي فور تريتمنت. بس انا هفكر بقى في ديباكينج، يعني ديباكينج يعني تشيل اللي تقدر تشيله، وحتى لو سبت شويه ريزيدوال نشتغل عليها بقى بقيه ايه التارجت ثيرابي المتاحه عندنا. اوكي، من ضمن التولز برضو ممكن تستخدمها هو السوماتوستاتين انالوجز اللي هو زي الاكتوريتايد لار او اللانروتايد، هيبقى دي برضو واحده من التولز اللي ممكن نستخدمها في العيانين دول. بقى تاني النيورو اندوكراين كارسينوما، خلاص الكيموثيرابي في حالات اللوكال ادفانس ستاتيك، وجراحه فولو باي كيموثيرابي في اللوكالايز ديزيز. طب نيورو اندوكراين كارسينوما او نيورو اندوكراين تيومر بقى سوري، الهاي جريد هيعامل معامله نيورو اندوكراين كارسينوما، يبقى الهاي جريد تعامل معامله النيورو اندوكراين كارسينوما، اللو والانترميديا جريد لو لوكالايزد جراحه، لو لوكالي ادفانسد هيبقى سايتو ريدكتيف سيرجري واللار. اجين اهو ده كلامنا عن لوكال ادفانس. بقى الاوبشنز بتاعتنا المتاحه في لوكال ادفانس ستاتيك لو جريد نات غير السايتو ريدكتيف سيرجري، ممكن افكر في اوبزرفيشن. لو انت عندك بقى ريزيدوال ديزيز لو بيردن ديزيز وعين اي سيمتوماتيك، اذر اوبشنز اللي قلت لكم اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي سوماتوستاتين لار. خلي بالنا السوماتوستاتين لار او السوماتوستاتين انالوج زي اللي هي زي الاوكتوريتايد لار او لونج اكتنج ريليز، ده كلمه سيركيوليت ريليز، هنشوف دلوقتي انه خد ابروفل من خلال ترايل اسمها برومت ترايل. وبعد كده في عندنا كمان واحد برضو من السوماتوستاتين انالوج اسمه لان روتايد، وده خد ابروفل بناء على ترايل اسمها كلاري نات ترايل، نتكلم عنه ان شاء الله برضو دلوقتي ان ديتيلز. بس ابقى فاهم انه امتى بستخدمه، بستخدمهم لو حد عنده فانكشنال اي واحد بقى في ثلاثه، جاستريك نات، بنكرياتيك نات، بالمونري نات، اي واحد عنده فانكشنال تيومر يستخدم السوماتوستاتين انالوج. واخدين ابروفل في النون فانكشنال جاسترو انتيرو بنكرياتيك نات حتى لو نون فانكشن، يعني جي اي اوريجين حتى لو نون فانكشن ادينهم لار. يعني واحد لو عنده انتستينال نات نون فانكشنينج ادي الاكتوريتايد لار، طب انتستينال نات فانكشنينج ادي الاكتوريتايد لار، بنكرياتيك نات فانكشنينج هدي الاكتوريتايد او السوماتوستاتين انالوجز، طب لو نون فانكشنينج لا مش تبقى اوف ذات فاليو. نفس الكلام لو حد عنده برونكو بالمونري نت، لو هي فانكشنينج هدي السوماتوستاتين انالوجز، لو نون فانكشنينج مش هدي السوماتوستاتين انالوجز. يعني السوماتوستاتين انالوجز في اي فانكشنينج تيومر ده رقم واحد، والواخده الوحيد النون فانكشن واخده ابروفال هو الجي اي او انتستينال نت. في كمان برضو واحد من ال هرمونال مانجمنت حاجه اسمها بيبتايد ريسبتور ريدي نوكليايد ثيرابي. ايه فكرتها؟ ايه فكرتها؟ نفس فكره انك بتستخدم سوماتوستاتين انالوجز، بس هنا مش ماشي في ماده كيميائيه تقفل السوماتوستاتين، لكن هنا ماشي في راديو اكتف ليبلد ماتيريال تبدا تكال ذي السيل اللي عندها سوماتوستاتين ريسبتور. الدواء المشهور فينا كده او الدراج اللي خد الابروفال حاجه اسمها ليوتيتيوم دوتيت، وده بيزد الابروفال بتاعت في ترايل اسمها نيتر 1 ترايل هنشوفها برضو كمان شويه. يعني البيبتايد ريسبتور ريدي نيوكلايد ثيرابي هي نفس الفكره اللي بتاتاك سوماتوستاتين ريسبتور، ولكن مش باستخدام بقى ماده انهبت سوماتوستاتين او حاجه كومبتيتيف انهبتور سوماتوستاتين زي الاوكتيريتايد او اللانروتايد، لكن بستخدم بقى ريديو نيوكلايد ماتيريال او راديو اكتيف ماتيريال تبدا تكال ذا سيل زي اللوتيتيوم ديتيت. من ضمن الاوبشنز برضو البيولوجيك ثيرابي. البيولوجيك ثيرابي هنا هنتكلم عن تو تارجت ايجنتس اللي هم الايفيرولامس، وده واخد ابروفال في البانكرياتيك ونون بانكرياتيك نات بيز اون تو ترايلز راديانت 3 وراديانت 4، والسونيتنب او سوتنت ده واخد ابروفال في البانكرياتيك نات اونلي بيز اون السان تريبل 1 ترايل.
سان تريبل 1 ترايل دي كانت واخده ابروفال اوف سونيتنب في البنكرياتيك نور اندوكراين تيوب. طب هل في رول فور سونيتنب في الانتستينال نت؟ لا. هل في رول فور سونيتنب في البرونكوبلمري نت؟ لا، هي واخده ابروف بس في البنكرياتيك نيور اندوكراين تيوب. خلي بالكم اجين، انا مش بتكلم عن وان ديزيز، انا بتكلم عن ديفرنت ديزيز. زي ما شفنا كده النيور اندوكراين كارسينوما ليها مانجمنت مختلف، النيور اندوكراين تيومرز الانتستينال غير البنكرياتيك غير البرونكوبلمري، وان كان في حاجات مشتركه ما بينهم، يعني المشترك ما بينهم اللي هو الصوماتوستاتين انالوجز لو فانكشننج يبقى ياخدهم كلهم. طب لو نون فانكشننج بقى، لا في عندنا اذر اوبشنز زي ما احنا شايفين كده، الايفرولومس فيهم كلهم، السوناتينيب في البنكرياتيك نت بس. واخر اوبشن قدامنا السيتوكسيك كيموثيرابي اللي احنا قلنا عليهم بالتيموزوناميد بلس اور ماينس كيبسايتابين، بتراي اسمها كابتن ترايل. واخيرا بقى لو حد عنده ليفر ميتس بفكر في حاجه اسمها ليفر دايركتد ثيربس. يبقى كل دي تريتمنت اوبشنز في حد عنده لوكالي ادفانسد او ميتاستاتيك لو جريد او انترميديت جريد نت. خلي بالنا النيورو اندوكراين كارسينوما والهاي جريد نت، نيورو اندوكراين كارسينوما والهاي جريد نيورو اندوكراين تيومرز المانجمنت بتاعهم كان مينلي كيموثيرابي زي ما شفنا قبل كده، لكن دلوقتي بتكلم عن لوكالي ادفانسد او ميتاستاتيك نيورو اندوكراين تيومر. يبقى رقم واحد سايتو ريدكتيف سيرجري، دي كان بي ان اوبشن اوبزرفيشن لو تيومر صغير واسيمبتوماتيك. وبعد كده في عندنا بقى ايه اذر اوبشنز زي الهرمونال تريتمنت او فانكشن زي السوماتوستاتين انالوجز والبيبتايد ريسبتور ريدينوكلايد ثيرابي بيسموها بي ار ار تي او البيولوجيك تريتمنت والسيتوكسيك كيمو ثيرابي. ده السوماتوستاتين انالوجز المتاحه عندنا الاوكتيفيتايد لار، وده زي ما احنا شايفين هو واخد ابروفال فور فانكشننج ونون فانكشننج نت سبيشي. طبعا في الفانكشننج اللي هو احنا قلنا عليهم فانكشننج سواء كان انتستينال او بانكرياتيك او ثوراسيك نت، ونون فانكشننج الانتستينال نت. نفس الكلام اللانروتايد وده يعتبر سكند جنريشن كده من السوماتوستاتين انالوجز، وده اجين برضو واخد الابروفال فور فانكشننج اند نون فانكشننج نيور اندوكراين تيومر. وفي دواء اخير اسمه تيلو تريستات. تيلو تريستات ده ما هواش اكشولي يعني سوماتوستاتين انالوج، ما ده ايه؟ ده دواء عبارة عن انهيبيتور للتريبتوفان هيدروكسيليز اللي بيكون السيروتونين. خلي بالك السيروتونين ده بيكون من تريبتوفان، تريبتوفان باي تريبتوفان هيدروكسيليز بتتحول لسيروتونين، والسيروتونين ده هو المسؤول عن المانيفستيشنز بتاعة الكارسينويد سيندروم، هو ده اللي بيعمل الدايريا. فعشان كده هو واخد ابروفال في حالات الكارسينويد سيندروم اسوشيتد دايريا. يبقى حد عنده كارسينويد لانج او كارسينويد نيورو اندوكراين او كارسينويد سوري انتستنال نت او بنكرياتيك وعنده دايريه، ساعتها كان بي بنفيت فروم تيلو تريستات كسيمتوماتيك تريتمنت اونلي. طيب الليفر دايركت ثيرابي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، ممكن تبقى حاجات طبعا ارتيريال بيست زي التيس ترانس ارتيريال كيم امبلايزيشن، انك بتدخل من الارتري من الفيمورال ارتري وبعد كده بدخل للاورطه وبعد كده بدخل على الهيباتيك ارتري لغايه ما اوصل تيومر، واحيانا كيموثيرابي او التير ده ترانس ارتيريال ريدي امبلايزيشن بنفس الباثوي برضه فيمورال ارتري اورطه هيباتيك ارتري وبعد كده احقن ريدي اكتيف ماتريال، او اعمل حاجه اسمها بلاند امبلايزيشن. بيبقى حاجات صغيره كده يعني فيري فيري ماينوت، زي عباره عن ايه؟ عباره عن بابلز كده من الجاسس بتقفل البلاد سبلاي، دي فكره البلاند امبلايزيشن دي التيومر نفسه. دي كلها بيسموها ارتيريال بيزد او ليفر directed localized therapy. ممكن تبقى حاجات نون ارتيريال بيز انك تقع على التيومر نفسه وتعمله راديو فريكوانسي ابليشن او تعمل له كرايو ابليشن. الكلام ده نفس البرنسبلز بالظبط اللي هنتكلم عنها في الاتش سي سي. ممكن لو حد عنده ميتاستاتيك ليجن موجوده في الليفر نيورو اندوكراين تيومر، دي واحده برضو من الاوبشنز فور تريتمنت ليها. نيجي بقى على الان سي ان جايد لاينز، هتلاقيني رحت لكم الان سي ان جايد لاينز الابديتد بتاعت كل واحده فيهم. اول حاجه ده بالنسبه للان سي ان جايد لاينز في حالات النيورو اندوكراين كارسينوما، نيورو اندوكراين كارسينوما. النيورو اندوكراين كارسينوما المانج بتاعنا زي ما احنا شايفين كده، لو عندك سيت اب ديزيز هيبقى جراحه فولو باي ادجفنت كيمو، يوجوالي بيبقى سيس اتوبوسايد او ممكن ادجفنت كيمو راديشن سيس اتوبوسايد مع راديو ثيرابي. زي ما قلت لكم نفس البرنسبل بالظبط بتاعت السمول سيل لان كانسر. طب لو عام بقى عنده لوكالي ادفانس ديزيز او ميتاستاتيك ديزيز، يبقى الفيرست لاين هو كومبينيشن كيمو ثيرابي سيس فيبسيد او كاربو فيبسيد. ممكن تدي اذر برضو كيموثيرابي اللي احنا قايلين عليهم زي الايرينو تيكن، ده
ده كان بي اوف فاليو، التيمزولاميد كان بي اوف فاليو، والنيفو اي بي كاتيجوري 2 بي او الاميونوثيرابي زي بيمبوبيزمان. اوكي، ودي برضو احنا واخدينها منين؟ ادابتد فروم الداتا بتاعت سمول سيل لانج كانسر بدي اوبشنز فور نيورو اندوكراين كارسينوم. طيب لو عندك بقى جي اي نت اللي هو انتستينال نيورو اندوكراين تيومر، لو هتلاقي ان الفيرست لاين دايما دايما بيبقى فيها سواء كانت فانكشن او نون فانكشن، احنا ده عنده سوماتوستاتين انالوجز اوكتيريوتايد لار او لان روتايد، ده الفيرست لاين. طب لو العيان بقى ما حصلش ريسبونس عليهم، ساعتها بفكر بقى في اذر اوبشنز. اذر اوبشنز احنا قلنا كده تارجت ثيرابي من اشهرهم الايفيرولمس. طب هل السنات اللي بينفع؟ لا، احنا قلنا السنات اللي باخد ابروفل بس في البانكرياتيك نت، بانكرياتيك نت، لكن ايفيرولمس واخد في كل الجي اي نت سواء كان فانكشن او نون فانكشن. والاوبشن الثاني هو البي ار ار تي اللي هو بيبتايد ريسبتور ريديو نيوكلايد ثيرابي باستخدام اليوتيتيوم دوتيت، وده برضو بيشغل زي ما قلت لكم على نفس فكره الاوكتيريوتايد لار واللانروتايد على السوماتوستاتين ريسبتور. من ضمن تريتمنت اوبشنز هو الكيموثيرابي، والكيموثيرابي زي ما قلنا كده الكيب سايتابين التيموزولامايد، دي من ضمن الادويه الاكثر شهره في علاج النيورو اندوكراين تيومرز كيموثيرابيتك ايجنتس. طيب ده بالنسبه للجي اي نت. طيب البنكرياتيك نت، البنكرياتيك نت خلي بالنا انه الاوكتيريوتايد واللانروتايد ما هوش زي الجاستريك نت كده فيرست لاين، لان انت بتديها بس في الناس اللي هم عندهم فانكشننج تيومر او سوماتوستاتين ريسبتور بوزيتيف ايمجينج. يعني عملت له اوكتيريوتايد سكان او عملت له التيتيوم ديتيت سكان وطلع انه الخلايا دي فانكشن يعني بتاخد الصبغه، ساعتها اقول ساعتها ياخد اوكتيريوتايد لار او اللانروتايد اللي هو سوماتوستاتين ريسبتور انالوجز، لكن ما هياش الفيرست لاين فور تريتمنت. محطوط من ضمن الفيرست لاين فور تريتمنت كاتيجوري 1 الايفرولمس، الايفرولمس ده محطوط ككاتيجوري 1، والسينتينيب اللي احنا قلنا عليهم التارجت ثيرابي ايفرولمس وسينتينيب. ايضا زي السوماتوستاتين انالوجز او السوماتوستاتين تارجتنج، في عندنا البي ار ار تي باستخدام اليوتيتيوم ديتيت، هتلاقي نفس برضو الشرط ان ده يكون واخد بوزيتيف ايمجينج، يعني تكون واخد سوماتوستاتين ريسبتور ابتيك باستخدام الايمجينج. يبقى في حاجات مش محتاج فيها انها تكون واخده ابتيك اللي هي فانكشننج اللي هي الايفرولامس والسوماتينيب، ولو هي فانكشننج ساعتها كان بي كانت فور السوماتوستاتين ريسبتور انالوج اللي هم الاكتيريوتايد واللانروتايد از ويل از بي ار ار تي. برضه في عندنا اوبشن الكيموثيرابي اجين اللي احنا قلنا عليهم باستخدام الكيبسايتابين، ده واحد من الحاجات اللي ليها رول، التيموزولامايد، الفولفوكس او الكيبوكس برضه وان اوف ذا دراجز اللي ممكن نستخدمها في المانجمنت اوف بانكرياتيك نت. اخر حاجه خالص بقى هو برونكو بالمونري نت او ثوراسيك نت، هي يعني نفس الكلام فيها شبه شويه من البانكرياتيك نت، ان انا اجين بستخدم الاوكتيريوتايد واللانروتايد لو عندهم سوماتوستاتين ريسبتور فانكشن، يعني واخده عملت لها اوكتيريوتايد سكان او لانروتايد سكان ولقيتها واخده ابتيك. نفس الكلام برضو البي ار ار تي اللي هو البيبتايد ريسبتور ريدينوكلايد ثيرابي، اجين لو عاده واخد سوماتوستاتين ريسبتور ابتيك. يبقى كل من البانكرياتيك والثوراسيك نيورو اندوكراين تيومرز كان بي اوفرد فور سوماتوستاتين ريسبتور انالوجز اونلي لو باي ايمجينج ثبت ان هم فانكشنينج تيومر. فانكشنينج تيومر يعني واخدين ابتيك اوكتيريوتايد او واخدين ابتيك بالليتيوم ديتيت بيت سي تي. اوكي، ساعتها بقى كان بي اوفر الاوكتيريوتايد لار واللاندروتايد او البي ار ار تي. طيب غير كده التارجت ثيرابي الابروفد ايفيرولامس، خلي بالنا اجين السوناتين اللي باخد ابروفل اونلي فور بانكرياتيك نت، بانكرياتيك نت يعني انت الايفرولمس في كله بس السوناتين اونلي فور بانكرياتيك نت، والكيموثيرابي اللي احنا قلنا عليهم تيمزولامايد وكيب سايتابين ممكن في الفوكس ممكن في الفيري، بقيه الحاجات كان بي اوبشن فور سوري في الفوكس او كيبوكس فور نيورو اندوكراين تيومرز. يبقى تاني تجميع الكلام ده كله، لو انت عندك نيورو اندوكراين كارسينوما هعالجها زي ما بعالج سمول سيل لانج كانسر، localized يبقى جراحه followed by adjuvant chemotherapy or concurrent chemoradiation باستخدام سيس اتوبيسايد او كاربو اتوبيسايد. تمام، طب لو ميتاستاتيك يبقى كيموثيرابي بس سيس فيبسيد او كاربو فيبسيد، other options زي فولفوكس وفولفيري والاميونوثيرابي. يبقى كده خلصنا من نيورو اندوكراين كارسينوم. نبدا بعد كده نيورو اندوكراين تيومر، انا بتكلم هنا على low grade وال intermediate grade اللي هي اهو well differentiated grade 1 and 2، خلاص well differentiated grade 1 and 2، well differentiated grade 1 and 2
في كل بقى الكلام ده كله. طب امال جريد 3 راحت فين؟ لا جريد 3 لو سمحت عليها زي النيورو كارسينوم خلاص، اللي هي الكلاسيفيكيشن القديمه اللي احنا قلنا عليها، في الاخر بيعاملوا بنفس اللاين اوف مانجمنت. اوكي هو هيبقى كيموثيرابي باي كومبينيشن بيزد، عباره عن سيسبلاتين مع ايزوبوسايد او كاربوبلاتين مع ايزوبوسايد. طيب الجي اي نت، خلي بالنا كده حاجتين بستخدمهم وانا مغمض في الجي اي نت. كل حالات النيورو اندوكراين تيومرز اللي جايه، كل الحاجات النيورو اندوكراين تيومرز اللي جايه سواء كانت جي اي انتستينال او بانكرياتيك او ثوراسيك نت، كلهم ينفع لهم الايفرالوكس، فده بستخدمهم وانا مغمض. طيب السوماتوستاتين ريسبتور انالوج، السوماتوستاتين ريسبتور انالوج الانديكيشنز بتاعتهم بستخدمها وانا مغمض في حالات الانتستينال نت اللي هم الاكتوريتايد لار النيوروتايد والبي ار ار تي. طيب هل ممكن استخدمه في حالات البانكرياتيك نت؟ اونلي لو فانكشنينج. هل استخدمه في ثراسك نت؟ اونلي لو فانكشنينج باي ايمجينج، يعني عندك اثبت ان هو بياخد سوماتوستاتين، ساعتها بقى استخدم بقى الكيوريتايد او النيوروتايد او بي ار ار تي، يبقى هستخدمه وانا مغمض في حالات الجي اي نت اللي هي انتستينال نت، وهستخدمهم لو فانكشنينج بانكرياتيك نت او لو فانكشنينج ثراسك نت. اخر حاجه خالص برضه الكيموثيرابي، الكيموثيرابي ده اوبشن فيهم كلهم، ويتبقى ليا بس الوحيد اللي فيه ينفع فيه سوناتينب هو البانكرياتيك نت. يبقى كده جمعنا ايه هي التريتمنتس بتاعت النيورو اندوكراين تيومرز كل واحد فيهم على حدد. يبقى شفنا ازاي بحط خريطه العلاج نفسها زي ما قلنا كده، رقم واحد انا بعمل سيمتوم مانجمنت، وبعد كده بمانج الديزيز بير سي، لو لوكالايزد هيبقى جراحه فيهم كلهم، لو لوكالي ادفانسد يبقى على حسب بقى، لو بتتكلم نيورو اندوكراين كارسينوما يبقى باليتيف كيموثيرابي، لو نيورو اندوكراين تيومر جريد 1 او جريد 2 ساعتها يبقى في عندك اوبشن سوماتوستاتين ريسبتور انالوج، اوبشن للبيولوجيك تريتمنت، اوبشن للكيموثيرابي. اخر حاجه خالص بقى اجمع بقى ايه هي النوفل تريتمنتس اللي احنا قلنا عليها دول، السوماتوستاتين انالوجز قلت لكم اتكلمنا عليهم اللي واخدين ابروفال كان الاوكتوريتايد لار واللانروتايد، اوكتوريتايد لار واللانروتايد، وفي حاجه كمان دلوقتي حاليا اسمها بيسيروتايد. دول 3 دراجز زي ما قلنا كده واخدين ابروفال في حالات الجي اي نت لو فانكشننج او نون فانكشننج، وفي حالات البنكرياتيك والثراسيك نت اونلي اف فانكشن، يعني واخدين ابتيك من خلال الاس اس ار او سوماتوساتين ريسبتور ابتيك على الاوكتوريتايد سكان او التيتيوم ديتيت سكان. دي الترايل بتاعت الاوكتوريتايد لار اسمها بروميد ترايل، زي ما احنا شايفين كده كانوا بيقارنوا الاوكتوريتايد بالبلاسيبو خلاص في الناس اللي عندهم ويل ديفرنشيتد ميد جات نت، يعني كده واخدين انتستنال نت، وزي ما احنا شايفين كده في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل، كان في كمان ايضا امبروفمنت في الاوفرول سرفايفل، وذاتس واي انه بقى ابروفد كسيمتوم مانجمنت، بيحسن بروجريشن في سرفايفل اوفر سرفايفل في الناس اللي عندهم جي اي نت. اللانروتايد الترايل بتاعته كان اسمها كلارينت ترايل، وهي نفس البرنسيب برضو كانوا بيستخدموا هنا بقى كده ايه اللانروتايد فيرسس بلاسيبو في الناس اللي عندهم جي اي نت، وكان انفولف كان معاهم بانكرياتيك نت، زي ما احنا شايفين كده الانفولفمنت برضو كان في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سرفايفل كومبيرد ويز بلاسيبو في الناس اللي عندهم فانكشنينج نيورو اندوكراين تيومر و از ويل از البنكرياتيك نيورو اندوكراين تيومر لو هي واخده شك ابتيك. الريديان ترايل كان بيتكلم عن ايفرولومس، وقلنا الايفرولومس استخدمه بقى في كل النيورو اندوكراين تيومر سواء كان بنكرياتيك نيورو اندوكراين تيومر في يعني بنكرياتيك نت او النون بنكرياتيك اللي هي جي اي او ثراسيك نت. ادي كنا بناخد ايفرولومس 10 ملي جرام ديلي كومبيرد ويز بلاسيبو، هنا كان في الناس اللي عندهم بنكرياتيك نون اندوكراين تيومر كان في عندنا امبروفمنت اهو في البروجريشن في سرفايفل. وجينا بقى عملنا الراديانت 3 هنا بستخدمها في الجي اي نت واللنج نت، يعني الراديانت 3 كانت في البنكرياتيك نت، الراديانت 4 في الجي اي اند لنج نت، برضو كنا بنقارن ايفرولومس 10 ملي جرام كومبيرد ويز بلاسيبو، واجين في عندنا امبروفمنت في البروجريشن فري سيرفايفل. السوناتينيب زي ما قلنا واخدين ابروفال في سن 4 وحايد، دي كان واخدين ابروفال اونلي فور بانكرياتيك نت، وكان عندنا زي ما احنا شايفين امبروفمنت في الاوفرول سيرفايفل، وما خدش ابروفال في جي اي نت او في ثراسيك نت. اخر حاجه خالص في التريتمنتس اللي هو البي ار ار تي او اختصار البيبتايد ريسبتور راديونوكلايد ثيرابي، بيبتايد ريسبتور راديونوكلايد ثيرابي. الفكره زي ما قلنا شايفين كده النيورو اندوكراين تيومر عندهم ريسبتور بتاع السوماتوستاتين خلاص، السوماتوستاتين ده عباره عن بيبتايد، فايه الفكره ان انا بستخدم بقى انالوج كده زي الاوكتوريتايد، بس هنا مش بيشتغل كومبتيتيف انهيبيتور على الريسبتور، ولكن انا بحمل عليه راديونوكلايد يعني ماده راديو اكتف تروح تموت، تطلع الفا بارتكلز تموت الكانسر ده، تموت الكانسر ده نفسه.
دي ده فكرة اهو ال PRRT كدرج، ان احنا عندنا ادي البيبتايد بارت وادي الراديو نيوكلايد، يمسك فيه الريسبتور يدخل جوه الخلية يطلع بيتا بارتكلز تبدأ تكل الكانسر سيل. الدواء الابرود اللي هو كان لوتيتيوم دوتيت، والترايب بتاعته كان اسمها نتر 1 ترايب. بقارن اللوتيتيوم دوتيت بالاوكتوريتايد بقى في الناس اللي عندهم نيورو اندوكراين تيومز، سواء كانت جي اي نت او واخده سوماتوستاتين ريسبتور بوزيتيف يعني فانكشننج نت. لقينا في عندنا امبروفمنت في البروجريشن في سرفايفل كومبيرد بالستاندرد بقى اللي هو الاوكتوريتايد، وامبروفمنت ايضا في الاوفرول سرفايفل. ودي واحده من النيو افكتيف دراجز تحط ضمن الهرمونال فانكشن او هرمونال تريتمنت اوبشنز او التارجت اوبشنز في الناس اللي عندهم فانكشننج نيورو اندوكراين تيومرز. يبقى تاني عشان بس نجمع الخريطه بتاعتنا بتاعت العلاج وما نتوهش من بعض، النيورو اندوكراين كارسينوما والهاي جريد نيورو اندوكراين تيومر بيعاملوا معامله سمول سيل لان كانسر بكيموثيرابي سواء كان لوكالايزد او ادفانسد. اما في حالات النيورو اندوكراين اللو جريد، لو جريد او انترميديا جريد، بيبقى لهم خريطه علاج مختلفه. في عندي ديفرنت تريتمنت اوبشنز، فكره سايتو ريدكتيف سيرجي كان بي فيزيبل، اجين سوماتوساتين دايركتد ثيرابي هجمعها بقى اللي هو بتشمل الاوكتوريتايد والنيروتايد والبي ار ار تي اللي هي بتايد ريسبتور راديو نيوكلايد ثيرابي، دول كلهم سوماتوساتين تارجتنج ثيرابي. دي واحده من الاوبشنز سبيشالي لو عندك فانكشن تيومر او جي اي انتستنال تيومر. في عندك التارجت ثيرابي الايفرولوماس ينفع عليهم كلهم، السوناتين واخده ابروفال اونلي فور بانكرياتيك نت، واخيرا الكيمو ثيرابي ده برضو كان اوبشن فيهم كلهم، التيموزولامايد الكيبسايتابين ممكن اديها شكل في الفوكس او زيلوكس او اونلي كابتام اللي هو كيبسايتابين مع تيموزولامايد. وبكده الحمد لله يبقى خلاص خلصنا كلامنا عن نيورو اندوكراين تيومرز. عارف الموضوع كبير شويه بس اعتقد ان انا عرضته بشكل يبقى مبسط لان كل حاجه، وفي نفس الوقت ما يتوهناش في المانجمنت. احنا اتكلمنا هنا على اربع ديزيز اكشوالي، النيورو اندوكراين كارسينوما وهو والهاي جريد نيورو اندوكراين تيومرز واللو جريد نيورو اندوكراين تيومر بتاعه البانكرياس، نيورو اندوكراين تيومرز بتاعه الانتستين، نيورو اندوكراين تيومرز اوف ذا لانج. ناخدهم كده كل واحده على حده في المانجمنت بلان وهي تريتمنت اوبشنز المتاحه فيهم، هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه.